وقته وحقوقنا ولم تقم بسم الله الرحمن الرحيم. الزين محمد عدنان كاتب عام وطني لنقابات الملاحة التجارية المضاوي تحت لواء اتحاد ديمقراطي النقابات في المغرب. هذه وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر سيما سي جي ام للمطالبة بتفسير التحملات. فكما كتعلموا جميع اللافتات تشير أن الشغيلة العاملة بقطاع الملاحة التجارية تطالب بتفسير التحملات الخصصة الذي يعود تاريخه ل 2007. فكما كتعلموا بعد الخوصصة تم اندثار الميدان البحري في قطاع الملاحة التجارية برمته، وهذه الشغيلات تتنازل العدد ديالها 1356 واحد تطالب فقط بدفتر التحملات. هذا دفتر التحملات هو السبيل والحل الوحيد باش نحلوا هذه المعضلة الاجتماعية اللي كاينة قدامكم. استفادة من هذه الوقفة استعمال. هذه الوقفة كتجسد أولا حجم المعاناة ديال هذه الشغيلة هذه، ثم بعد ذلك مطالبتهم المشروعة بتفسير التحملات. فالمساطر القانونية غادية موازة مع هذه، وهذه الوقفة الاحتجاجية ما هي إلا تجسيد الشغيلة اللي بغات ترجع تكتسب مناصب الشغل ديالها وبغات تضمن الحقوق ديالها والمكتسبات المضمونة بقوة القانون. نشكر المنابر الإعلامية وما كرهناش هذه الرسالة توصل صاحب الجلالة. فهذه البحارة والمستخدمين والأطر مجموعين كاملين أمام مقر سيما سي جي ام، الشركة التي تمت اقتناء كومانا في سنة 2007، وتطالب بمطلب واحد ألا وهو دفتر التحملات. ديالي أوربي أمين، أنا من الضحايا ديال كومانا الشركة المغربية للملاحة اللي دابا من حوالي دابا 10 سنين وحنا باقي ما توصلناش بالحقوق ديالنا وبالمستحقات ديالنا، اللي كنتفاجئوا ان بحالنا في دولة الحق والقانون وباقي المستحقات ديالنا لحد الان ما توصلناش ليهم، لان عندنا حكم بالمحكمة اللي تحكم في سنة 2011-2012 لحد دينا الساعة مازال ما تنفذش الحكم. وهذا الشيء كنوجه من هذا المنبر رسالة للرئيس الحكومة ولكاع المسؤول بهذا القطاع انه يدير واحد التفاتة لهذ البحرية هادو، لان تنعاني واخويا من التشرد ومن الضياع. شوفوا تعرضنا للطرد تاع السوفي بلا تعويض بلا حتى شي حاجه. وهذا الشيء زعما احنا رساله لصاحب الجلاله، الله ينصرو والله يخليه لينا، هو اللي عنده يقدر يتدخل في يتدخل لينا في هذا الموضوع وفي هذه القضيه هذه اللي دابا مر عليها عقد من الزمان وحنا باقي حتى الان باقي ما توصلنا حتى شي حاجه. المطالب ديالنا احنا ما بغينا والو، بغينا غير داك الحق، بغينا غير داك الحكم اللي في المحكمه يتنفذ، هذاك الحكم اللي حكمت لنا به المحكمه ينفذوا لنا. هادشي اللي بغينا، ياك باعوا الاملاك، باعوا البطوات، باعوا الممتلكات، فين هي الفلوس؟ فين مشات الفلوس؟ فين هي حشومه؟ راه حشومه عيب وعار. معك القراوي جواد، نافيغاتور سابق مع الشركه الملاحيه المغربيه كوماناف. عندي واحد السؤال اللي كنوجهو للمسؤولين وخصوصا الحكومه اللي كانت وحداتنا بواحد شركه غتكون جديده مغربيه، كنتفاجئوا دابا بعد 9 سنين ما كاين حتى شي بافيو ماروكان حدا الساعه هذه، وكما كنطالبوا بتنفيذ الاحكام في القريب العاجل، وفي نفس الوقت كنطالبوا بشركه مغربيه، رايه مغربيه اللي كتسهل العبور ديال المهاجرين من الديار الاوروبيه الى الوطن الحبيب. السؤال ديالي اللي هو بغيت نطرحه للناس ديال الحكومه هو ان لا يعقل عندنا جوج بحوره وما عندناش رايه مغربيه كتنافيغي في البحار ديالنا،
كنتمناو من القلب خالص يلقاو شي حل لهذ البحاره، لان دائما هاد التنميه البشريه اللي كنعرفوها دابا ما كناش قطاع بحري. شركه مغربيه رايه مغربيه اللي نافيغي في البحار ديالها، وشكرا. السلام عليكم. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.